أثناء الدورة في تحت شعار دورة الشباب باعتبار خممنا في برشا عروض شبابية وتوجه أكثر ما يكون إلى تشجيع الشباب على أنه يرتاد المهرجان ويسمع من خلال العروض اللي يحبها متاع النجوم اللي يحبهم نغرموه بالمالوف وهذا كان هدف من ناحية. من ناحية أخرى عنا مجموعة متاع شباب نعدوا فيهم باش يتحملوا المسؤولية وإن شاء الله نهار آخر وقريبا هما يكونوا في بلاستنا خاطر سنة الحياة ونحبوا بدينا نشاركوا فيهم بشوية في إطار لجان تنظيم إلى غير ذلك ونعطيوا فيهم في شوية مسؤوليات ونطمحوا أنه هذوما يوم آخر يتوليوا المسؤولية. أول ما نفكروا في البرمجة هي عروض المالوف باعتبار المهرجان وخصوصيته، دونك عنا 12 عرض مالوف بين فرق بين عروض عادية كما عرض عنبر الليل سي فتحي زوندا بين فرقة المالوف والموشحات الليبية وثم الفرق الجهوية اللي هي تشارك في إطار المسابقات أو مباريات المهرجان. دونك أون تو في الإجمال 12 عرض مالوف. عنا بعد عروض طربية وشبابية. العروض الطربية كما الافتتاح بالنجمة نبيها كراولي، من بعد عنا النجمة هالة المالكي، عنا عروض أخرى دولية سامحني كما عرض فرقة ليبيا كما فرقة أسوان من مصر الفنون الشعبية والبالي الروسي في عرض سوفونير ريش. الإضافة هو أول شيء الثبات على وتنمية عنصر المالوف وفرق المالوف، ثم العروض الشبابية اللي هي 4 تقريبا عروض شبابية، تطور نسبي للميزانية وهذا من نجمه كان باركوه.